السلام عليكم أصدقائي، فيديو جديد في مدينة زاك في الصحراء المغربية. أخيرا وصلنا زاك في الصحراء المغربية. لعليكم هو تبعت الفيديو من البداية للنهاية، اشتركوا في القناة ديالي وساعدونا باش نوصلوا القناة 300K وبارتاجوا لينا. إذن هذه هي الزاك الصحراء المغربية وغادي للمحبس إن شاء الله. نتمنى الجولة تكون رائعة جدا كما كتشوفوا معنا الجو. يا سلام، هذه هي مدينة الزاك وفي الصحراء المغربية، وشرفية كبير نوصل هذه المنطقة الرائعة جدا في الصحراء المغربية. باش تعرفوا ضربنا كيلومترات كثيرة باش نصوروا لكم الزاك. إذن مدينة الزاك رائعة جدا، وهنا قريب المحبس، هاد الاتجاه قريب فيه المحبس، الطريق ديالنا إلى المحبس في الصحراء المغربية. إذن حنا درنا المجهود ديالنا باش نكتشفوا الواقع ونكتشفوا الحقيقة، وحتى تضامن مع الصحراء المغربية دائما نردوا على الأعداء ديال الوطن، الأعداء ديال الوطن اللي كيهضروا على الصحراء المغربية. ملي غادي نصوروا هاد الشيء يشوفوه يتعقدوا، نمرضوهم. إذا الزاك هو هذا كما كتشوفوا، مدينة الزاك درجة الحرارة مرتفعة صراحة، سخون الحال. حيت أنا ولفت أكادير برد الحال، هنا سخون الحال كما كتشوفوا. الزاك، الحافلات، السيارات، إذا منظر رائع جدا. اش غادي نقول لكم؟ إذا عندكم هاد البلاصة كما كتشوفوا، هادي هي مدينة الزاك، نتمنى تبان لكم واضحة كما كتشوفوا. هاد الشارع كبير خاص في مدينة الزاك، والطريق ديالنا إلى المحبس. سخون الحال اخوتي صراحة. نكمل الطريق ديالنا إلى المحبس. إوا هادي هي مدينة الزاك، شفتوها؟ إوا حنا اللي علينا راه درنا، حنا كنصورو كنكتشفو لكم الواقع وكنكتشفو لكم الحقيقة. والله ينصر جلالة الملك محمد السادس، عيش ملكنا، والله يطول في عمره. الزاك في الصحراء المغربية، اش غادي نقول لكم؟ هي ماشي مدينة كبيرة، ولكن مدينة الزاك راكم عارفين بحال عسى، عسى كاع حسن منها. المهم حنا شنا هي اللي يهمنا هو نكتشفوا لكم الواقع، هذا هو الحاجة اللي يهمنا. دابا الخرجة ديال الزاك هي هادي كما كتشوفو، طريق إلى المحبس. المحبس تنادي بزلافن، المحبس تنادي بزلافن. أي أي، هادي الإخوان هي الصحراء المغربية، صحراء مغربية، والمغرب في صحرائه إلى الأبد. وفينكم الأعداء ديال الوطن؟ فينكم؟ ها حنا في الصحراء المغربية، ها حنا كنديرو الجولة ديالنا. دابا الأعداء ديال الوطن يكتشفوا هاد الفيديو ويقول لك ترى ما يمكنش يا صاحبي، ترى ما يمكنش، كيفاش دار ليها؟ طريق السلامة كما كتشوفوها في البلاكة، الصحراء المغربية أجواء رائعة جدا. هذه هي الصحراء، الصحراء زوينة فيها ما يتكتشف، شو واخا هي ما فيهاش الطبيعة، ولكن هاد عندكم الأرض ديالها وكله طبيعة. ملي كتكتشف الصحراء المغربية، هذا هو واد الزاك كما كتشوفوا، هذا هو واد الزاك في الصحراء المغربية. واتجاه فيه الجيش
تعيش هذه المنطقة عسكرية، منطقة عسكرية هاك البلاصة عندكم بزار فهم يوم الحد. أما نهار الاثنين ثلاث كيكون العسكري يبدأ يتمشى كما كتشوفها. الله الوطن الملك محمد السادس الله ينصرو. إذا أجواء ممتعة، هذه هي الصحراء المغربية، أرض مغربية رائعة جدا، كله طبيعة. شوف تبارك الله المناظر ديال التراب رائعة جدا، واخا ما فيهاش الطبيعة ولكن مزيونة كما يقول الطنجاويين مزيونة. هيا هادي ايوا كما كتشوفوا الاجواء هادئه، الاجواء رائعه، الكرم هنا الكرم ديال بصح. باش نكونوا واقعيين، والطريق خاويه قليل الطوموبيلات كتشوفوا الطريق خاوية. الصحراء المغربية والمغرب في صحرائي. اشتي بزاف عافينا هما هذوك اللي قال لي ما يقدرش يوصل للمحبس. عافينكم عافينكم الحكارة اللي كيقولوا ما يقدرش بزاف يوصل للمحبس. هاني ما بقى لي والو نوصل للمحبس. هاني هاني بقات في التيك توك، بقات لي معيور في التيك توك. هاني في الصحراء المغربيه وما بقى لي والو نوصل للمحبس. باش نوضح لكم نسحب لكم بزاف نسال.